يعطيكم العافية يا حلوين، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم وبحسب خطتنا لهذا الأسبوع سوف يتم التدريب على كتابة حرف ال L. قبل ما نبلش نتدرب عليه خلونا نتذكر مع بعض كلمات تبدأ بهذا الحرف. ليمون. وهيك بنكون تذكرنا الكلمات اللي بتبدأ بحرفنا حرف ال وهلأ رح نشوف مع بعض كيف يتم تلوين الحرف بشكل صحيح. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. لام، يلا بينا اللون. من لون بهذا الشكل ومنحاول انه ما نطلع لبرا. يا عيني شو الالوان حلوة ومرتبة. رائع. حرفنا بينكتب بهذا الشكل. يلا خلينا نشوف. نعمل خط مستقيم وبنعمل له صحن كبير. خط مستقيم وبنعمل له صحن كبير. خط مستقيم وصحن كبير. برافو عليكم. نكتب حرف اللام بالطريقة التالية: خط مستقيم ثم نصف دائرة. خط مستقيم ثم نصف دائرة. أحسنت. هيا نحاول مرة ثانية. خط مستقيم ثم نصف دائرة. وهيك نحن لليوم بنكون تعرفنا على كيفية كتابتنا لحرفنا الجديد لهذا الأسبوع وهو حرف ال L. يعطيكم العافية، إلى اللقاء. يعطيكم العافية يا حلوين، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم في عنا حل ورقة عمل حرف ال L. مثل ما تعودنا دايما رح نكتب الحرف بأشكاله الاثنين وبعدين رح نكتب الحرف مع أحرف المد اللي هي المقاطع. هون رح نكتب حرف ال L بهذا الشكل الأول، ورح نكتبه بالشكل الثاني، ورح نكتب المقطع لا والمقطع لو والمقطع لي، ورح نقوم بتلوين صورة الليمون، ورح نلون كمان على حرف ال L بهذا الشكل. رح نلون وما رح نطلع لبرا. وآخر إشي رح نقوم برسم دائرة على حرف ال L. في عنا هون حروف نحن أخذناها، رح نرسم دائرة فقط على حرف ال L بهذا الشكل وبهذا الشكل. وهيك يا حلوين نحن بنكون خلصنا ورقة العمل. يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله بحسب خطتنا عنا حل تمارين الكتاب وكتابة حرف ال L على الكتاب. في عنا الحرف بشكل منقط بحجم كبير، وعنا منقط بحجم صغير، وبالنهاية في عنا انه احنا بدنا نكتب الحرف من دون تنقيط. ويعطيكم ألف عافية.